السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فاتي حسن تيرف، وأخوكم فاتي حسن. والله العظيم لكم وحشة إخواني أخواتي، تحية لكم كاملين من هذا المنبر، تحية لجميع أخوتي المغاربة من طنجة للقويرة ومن الحدود الشرقية لحدود المياه الدولية، تحية للجالية المغربية من هذا المنبر اللي كيدعمونا وكيشجعونا، تحية لجميع أخوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن مرة أخرى اللي اتصلوا بنا وسقصوا علينا وسقصوا في الصحة ديالنا بلا طمع بلا أرقام بلا فيديوهات، سقصوا على شخصنا ما كيهمهم لا اناليز، ما كيهمهم سيليكسيون، ما كيهمهم حتى شي حاجه، قالك حنا كنعيطو كنسولو فيك لوجه الله. كنقول لكم شكرا اخواني اخواتي بزاف على يعني داك التعيط ديالكم، حتى هو كيرفع من المعنويات وكيخفف ما نزل. كنقول لكم شكرا بزاف، الله يحفظكم على الدعم ديالكم المعنوي، شكرا 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 لكم بزاف. وكنشكر كذلك شكر لبعض الناس اللي حتى هما اتصلوا ولكن كيسولوا على المصالح ديالهم على اي كيف ما بغى يكون الحال، كنقول لكم شكرا. وكنشكروا كذلك حتى الناس اللي عيطوا وليه باش يسولوا على الصحة ديالنا كيتهمونا بالنصب، كنقول لكم شكرا. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى دوزوا من داكشي اللي دوزنا، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم دوزوا من هاد المرحلة اللي دوزنا في هاد العشر ايام هادي باش تعرفوا بحقها وتعرفوا بحق النصب اللي والاحتيال اللي كتقولوا رغم انكم اكبر نصابة. والله يجازيكم بخير. تحية لجميع الناس اللي كتحبنا في الله وكتشجعنا وكتدعمنا وكتدعم القناة. جو باس le remerciement à tous les parieurs du monde qui nous encouragent. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة، هما ضافوا وحنا وقفنا كيف ما عرفتوا، واحد الفترة كانت حرجة دوزناها ديال المرض، الله يعفو علينا وعليكم. ومن هذا المنبر كنقول لكم خوتي خواتاتي الله يجازيكم بخير، حضيو راسكم وراها منزله كحله منزله خايبه للي سلطه على شي مسلم، ردوا بالكم الله يرحم لكم الوالدين. راه حتى كتقول اليوم رانا صبحت بخير رانا صبحت راجل، وعاوتاني الله يحفظك شكل في شكل في شكل، يعني كيلك شوز دو بيزار، داكشي خيالي صراحه هي هادي، ما تفهم فيه والو هذا المرض هذا. ردوا بالكم اخوتي الله يرحم لكم الوالدين، وديروا احتياطات ديالكم وحطيو راسكم، ولهلا يسلط على شي مسلم. الا الناس اللي عيطوا ما عفوا اخواني اخواتي، رغم ذلك رحنا باقي ما صفيناش، والله الا وجدنا اللعب باش نطلعوا معكم نجلسوا معكم شويه ونقصروا معكم شويه في اللايف، ولكن
بقى هاد المسخوطة كتشدك كتزيرك، بقى ما صفاتش، ولكن الحمد لله ما بقاش سخانة، ما بقاش الدقديقة اللي كانت، ما بقاش حريق الراس كي كان، بقات غير الكحبة. دابا نحيدو التحيدي ان شاء الله، وعاود مرة اخرى كنقول لكم حضيو راسكم، الله يجازيكم بخير. كيف ما قلت كنحيي الاخوات والاخوه اللي ضافوا جداد للقناه، كنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم واخوتكم في قناه الاصدقاء، قناه الاهل والاحباب، القناه اللي كنضحكوا وكنفوجوا كنشطوا فيها، طبعا القناه اللي كنستافدوا فيها معنويا وماديا. اللي اول مره غيشوف القناه ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلوا منا كل جديد في حينه. تحية للناس ديال الفيسبوك، حتى هما راه حبسنا عليهم، حتى هما مابقينا كنديرو حتى شي حاجة لا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك. عندنا بنادم ولا ملاهي غير مع راسو، والحمد لله على كل حال دازت، ونتمنى ما تقيسكمش. بون مرة أخرى كنقول كنشكر كاع الناس اللي كيحبونا في الله، واللي اتصلوا بينا، واللي صيفطوا لنا دي زوديو، واللي صيفطوا لنا دي ميساج، ويسمحوا لنا الناس اللي ما قدرناش نجاوبوهم يسمحوا لنا، لأن ربما لي ميساج ديالهم جاو في ظروف اللي ماشي هي هذيك. غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غادي نمشيو للكانتي ديال غدا باذن الله، نهار السبت لو سامدي 21/1/2023 اللي غادي يكون ان شاء الله في فانسن. ريونيون 1 كورس 4 سي دو لاطلي 2850 متر، كاين الركيل ديال 25 متر ابتداء من رقم 10، دونك دو 1 ا 9 2850 متر، دو 10 ا 16 2875 متر، يعني من 2081 ل 9 2850، من 10 ل 16 2875. سي دو لا سوندري دي دير تيران غيكون ان شاء الله بون. لاكورد كالعادة فانسن أغوش، كاين 16 ديال المتبارين 16 باردون ديبار 15 15 3 و 4 بالتوقيت ديال المغرب. الزين الغزال الجميل الحبيب بيب ماليه اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يحفظه وينجيه ويحفظ جميع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا. يلا اخواني اخواتي، اللي يطلع يشجع القناة بالبصمة بالاعجاب، واذا كان ممكن البارتاج باش تكونوا جد مشكورين، باش الفيديو كل ما كانوا لي لايك كتارين كل ما الفيديو غادي ينتشر على اوسع نطاق وغيشوفوه بزاف ديال الناس، وكيكون هذا بالفضل ديالكم وباش كتزيدني تعرف القناة، وغتكونوا جد مشكورين. بالنسبة للابونمون راه التليفون كيدوز على الشاشة، اللي انتريسي يتصل بالواتساب، عبر الواتساب يتصل بالقناة. بالنسبة لي زابوني ديالنا كنقول لكم شكرا بزاف على الصبر ديالكم والتقدير ديالكم اللي قدرتونا وقدرتو هاد المرحلة اللي دزنا بها ديال المرض. كنقول لكم شكرا بزاف على الصبر ديالكم وحفظكم الله، لأن الصبر راه نعمة من عند الله كيعطيهاش لكل شيء.
غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غادي نمشيو لابواط نوار ديال لاشين، لي كاتخ نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فاتحة سانتور بور لو كانتي دو 21/1/2023 افنسن اي كوم سوي. 1, 5, 9 et 8. Je répète. 1, 5, 9 et 8. Je pense que l'insite est comme le mot la hada l'oula et qu'elle chute. Ou à regarder à l'oula. Le mot la hada l'oula, comme la course, va être très difficile. Indice de difficulté 8. Ou moumkin de dépasser. وممكن تكون تجي عادية إلى يعني بلا ما نحرقوا المراحل. دونك على أيين الملاحظة غتكون الكورسة غتكون جيت صعبة، الملاحظة الأولى غتكون الكورسة جيت صعبة، مؤشر الصعوبة 8. وعاد غادي نرجعو دابا إن شاء الله لابواط نوار ديال لاشين. لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فاتحة سانتور بور لو ميم كانتي دو 21/1/2023 افانسن اي كوم سوي. 1, 5, 9 et 8. جو ريبيت. 1, 5, 9 et 8. لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتور لخماسي يومه 21/1/2023 كالآتي: 1, 5, 9, 8. غادي ندوزو إن شاء الله، غادي نمشيو لا ديرنيير مينوت دو لاشين. لا ديرنيير مينوت دو لاشين لو نيميرو 5، رقم 5. Le cheval accompagné le numéro 1, raqam 1. Les supplémentaires 16 et 15, l'arqam l'édafia 16, 15. Je répète, la dernière minute, le 5, raqam 1. Le cheval accompagné le numéro 1, raqam 1. Les supplémentaires 16 et 15, l'arqam l'édafia 16, 15. Gadi ndouzou daba inshallah, gadi nimshiou la méthode du jour. La méthode du jour دخلينا فيها لا ديرنيير مينوت، يعني بحال كيولي كتولي ديك لا ديرنيير مينوت اونتر بارونتيز، ولكن رغم ذلك غنقول لكم اتونسيون على ديرنيير على ميثود دي جور. دونك لا ميثود دي جور نوزا دوني دو نيميرو، سي دو نيميرو 5 اي 15 اف وان اي 11. Donc 5 et 11, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée. Tariq al-Nahariya a atteint juge de l'arqam. Juge de l'arqam, huma 5 à 11. Idan 5 à 11, yéji ou juge, yéji wahed, yémet choufou tta wahed à l'arrivée. Yallah khouti khouatati. البسم الله يجزيكم بخير. ومن هاد المنبر كاينين جوج ديال التحيات نحيدوهم امانه، نحيدوهم على الرقبه ديالنا. الاخت نعمه كتحييكم كاملين، وكتحيي الخواتات والخوت ديالها اللي كيعرفوها، وكتمنى لكم بصحه جيده، وكتقول راه توحشت الجميع، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يخفف ما نزل ويشافي السي يوسف وشافي جميع المرضى. كاينه كذلك تحيه من عند الناس ديال الجاليه المغربيه، من عند الاخت ديالنا فاطمه نيت مبارك اللي كتحيي الاخوات والاخوان ديالها وفي القناه،
وبالاخص ليكيب ديال لاشين والاخ خالد اللي كتحييه بحراره. كنقول لك شكرا اختي فاطمه وحفظك الله ورعاك. بون غادي ندوزو دابا ان شاء الله غادي نمشيو لا سيليكسيون ديال لاشين. La sélection de la chaîne Fatiha Saint-Turf pour le même quintet du 21-1-2023 à Vincennes est comme suit. 8, 16, 5, 1, 7, 9, 11 et 15. Je répète la sélection du numéro de la chaîne Fatiha Saint-Turf. 8, 16, 5, 1, 7, 9, 11 et 15. الأرقام 8 لخماسي يومه 21/1/2023 لقناة فاتحة سنتيرف كالآتي: 8, 16, 5, 1, 7, 9, 11, 15. Les chevaux surprises de la chaîne 3 et 2. Les chevaux surprises de la chaîne 3 et 2. L'arqam l'moufajaa ديال القناة 3 جوج. بالنسبة لو بتي شوشو أو الرقم الصغير اللي كيكون تحت الأرقام المفاجأة مستبعد، ولكن pour toute une petite surprise en cas de défaillance, c'est pas un coup sûr, mais pour toute une petite surprise, il a canon de défaillance, ou un raqam 13, le numéro 13. Alors, c'est pas un coup sûr. Dans les 5. Alors, tel bri dir gaa chi haja, yqdar yidir 5e. La huwa wala la 10. لان كاين عود واحد اللي ميت بالنسبه للكورسه ديال الغدا. العود الوحيد اللي ميت في الكورسه ديال الغدا هو لو 14، هو 14 من تم ليه كاملين عندهم حظوظ بور لا 4ام الى 5ام بلاس، وربما شي واحد فيهم يكون دوزيام ولا تروازيام. دونك اتونسيون لا كورس ديال الغدا ما تستهنوش بها. يلا خوتي خواتاتي اللي كيشوفنا في هذه اللحظه هذه يدعم القناة بالبصمة بالإعجاب، وإلا كان ممكن البارتاج باش غتكونوا جد مشكورين، لأن كما كتعرفوا راه لي لايك البصمة كتساعد الفيديو على الانتشار ويشوفوه بزاف ديال الناس، والقناة كتزيد تعرف، وهذا المطلوب منكم باش القناة تقدم وتزيد الأمام، وغتكونوا جد مشكورين. بالنسبة للابونمون راه التليفون كيدوز على الشاشة. غادي ندوزو دابا ان شاء الله غادي نمشيو للملاحظه الاخيره ديال القناه. بالنسبه للملاحظه الاخيره ديال القناه لا ديرنيير اوبسيرفاسيون بريميرمون بور لو سويفي اريان ا سينيالي. بالنسبه للارقام المتتاليه او سويفي اريان ا سينيالي لا شيء يذكر. جي سويفي غيجيبو اللعب وماشي بعيد. بالنسبة دوزيامون بروبابل ان توك او ان اوتسايدر اون تيت، سينو الى جا فافوري اون تيت اتونسيون او تيرسي، راه ممكن تيرسي يكون ملغوم. دونك ثانيا او الملاحظه الشق الثاني والاخير من الملاحظه الاخيره كيقول لكم هناك احتمال باش يكون يا توكار يا اوتسايدر في الراس، ويلا جا فافوري في الراس راه دوزيام تروازيام يا توك اوتسايدر يا دوغرو اوتسايدر يا المهم تيرسي ردو البال يقدر يكون ملغوم، وهذا الشيء علاش المؤشر وصل لثمانية وممكن يفوتها.
غادي ندوزو دابا ان شاء الله. عندنا جوج ديال النويطات وعندنا وحده شامله. النويطه الاولى على رقم 5، لو نيميرو 5. المونتور ديالو او لونترينور ديالو او المدرب ديالو كيقول لكم الا ما كونفيونس، رانا عطيه الثقه ديالي واحتمال يكون دون لي 5 لي 4 لي 3. المهم غيدير البوسيبل ديالو باش يكون في الكانتي، خصوصا وان مواليه تيقين فيه. غادي نمشيو النويطه الاخيره على الرقم 16، لو 16. المونتور ديالو او لونترينور ديالو او المدرب ديالو قال لك اون فيز لو بوديوم، يعني قال لك رحنا مسيبلين لو بوديوم، يعني ان دو تروا مسيبلين تيرسي باش يكونوا الثلاثه الاوائل. نتمنى ان هاد